بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن درس بسيط جدا، ما أكمل الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم درسنا عن تركيب والوظيفة بعض الخلايا المهمة في جسم الإنسان، أيضا لكن من ناحية التركيب أو الوظيفة يمكن تمييز حوالي أكثر من تقريبا 300 نوع من الخلايا في داخل الإنسان. كل نوع من أنواع الخلايا السابقة يوجد عديد من الأشكال الخلوية التي تختلف من حيث الوظيفة التي تؤديها. ومثالا لذلك، هناك ثلاثة أنواع من الخلايا العضلية، راح نشرح الجزء الأول وهو الجزء من الخلايا العضلية أو القسم هذا ابتداء. طبعا الخلايا العضلية القلبية، هذا أول نوع من أنواع الخلايا. أيضا الخلايا العضلات الهيكلية، وأيضا خلايا العضلات الناعمة. كل هذه الخلايا ينتج عنها قوة حركية انقباضية، لكن هذه الخلايا تختلف في الشكل وفي الآلية المنظمة لانقباضها، يعني في أنواع منها وفي مكانها داخل أعضاء الجسم المختلفة. وكما ذكرنا في يعني فتكوين الإنسان يبدأ عند عملية الإخصاب، حيث يخصب الحيوان المنوي البويضة لتكوين خلية واحدة من الزيوجت، وهي الخلية الجنينية على مستوى البويضة. ونصف المكونات الوراثية تأتي تقريبا من الأم، كما أن النصف الآخر يأتي من الأب. وبعد انقسام هذا الزيوجت الخلايا الجذعية الجنينية، تضاعف الخلايا حتى يصل إلى إنسان كامل. تتضاعف الخلايا وتتميز الخلايا وتتفرع الخلايا حتى تكون إنسان أو طفل صغير حديث الولادة. طبعا هذه الخلايا أو الجسم الطفل يحتوي تقريبا على أكثر من مليار خلية. هذه الخلايا إذا وضعتها بجوار بعضها في شكل طولي، تمتد أكثر من تقريبا تريليون متر إلى يعني مسافة كبيرة جدا. في بعض العلماء قالوا انها كل 20 مليون خلية تساوي 200 كيلو متر. طبعا في هذا الموضوع في اختلاف كبير جدا بين علماء الطب والاحياء. طبعا هذه الخلايا في هذا العدد من الخلايا تضاعف ليصل حوالي 100 بليون خلية. طبعا الإنسان البالغ الطبيعي تضاعف الخلايا وتصل تقريبا إلى 100 بليون، أي بمعنى 100 × 910. وطبعا هذا الإنسان عند البلوغ الجنسي
يصل هذا العدد من الخلايا الكبيرة جدا. أتمنى أنكم استفدتوا من أشياء بسيطة جدا في هذا الموضوع، وإن شاء الله راح نتطرق إلى دروس جديدة في الفترة القادمة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.